ليور راز ممثل لمع نجمه بهوليوود وأصبح نجم عالمي بعد كتابته وتمثيله دور البطولة في مسلسل نتفليكس فوضى، واللي حصل على العديد من الجوائز العالمية والدولية. ووصل الممثل الإسرائيلي إلى هوليوود بعد مشاركته بمجموعة من الأفلام مثل 6 أندرغراوند مع النجم الأمريكي راين رينولد وفيلم أوبريشن فينالي اللي عمل ضجة كبيرة. خلال لقائه مع يلا حكى ليور عن أصوله العراقية والجزائرية وطفولته مع أصدقاء عرب، كيف قرر أن يشتغل على مسلسل فوضى الشهير، وعن نظرته للسلام بين إسرائيل ودول عربية، ومعلومات أخرى شيقة ما سمعتوها من قبل. لتعرفوا أكثر عن ليور راز تابعوا لقائنا مع برنامج يلا.